قال الله عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين صدق الله العلي العظيم هذه الايه السادسه عشره من سوره الحجر المباركه البرج في اللغه العربيه بمعنى البناء الكبير الذي قد يتخذ للسكن ومنه القصر يطلق عليه البرج وكذلك البرج يطلق على ما يتحصن به الحصن ايضا الكبير يطلق عليه البرج قال تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده يعني ابنيه ضخمه كبيره تكون مسكنا ولربما تكون حصنا ومانعا لكم عن المكاره أما البروج في آية سورة الحجر التي بدأت بها هذه الخطبة فهي تتحدث عن شيء آخر هي تتحدث عن تشكيلات تخيلية في السماء يقال بحسب بعض الآثاريين ان قبل تقريبا خمسه الاف وخمسمائه سنه او اقل عن ذلك بقليل انتبه السومريون الذين كانوا يعيشون في بلاد ما بين النهرين يعني العراق بشكل يعني بشكل اوضح تقريبا بلاد ما بين النهرين تشمل حتى اجزاء من تركيا على كل حال في بلاد ما بين النهرين السومريون انتبهوا الى ان هناك في السماء اجراما بعض هذه الاجرام ثابته وبعض هذه الاجرام متحركه وانه وانه عندما نوصل بعض الخطوط بين بعض هذه الاجرام الثابته ستظهر لنا اشكال معينه هذه الاشكال التي التي ربطت بين تلك الاجرام السماويه الثابته تخيلوها من حياتهم اليوميه اما بشكل كائنات حيه واما بشكل بعض الادوات التي كانوا يستعملونها في حياتهم ثم تطورت هذه المعرفه عبر الزمن وتوارثتها الاجيال وانتقلت ايضا الى امم اخرى تصورت هذه الاجرام السماويه بشكل مختلف، اعطتها احيانا يعني مسميات واشكال مختلفه، على كل حال الفكره واحده. العرب اسموا هذه التشكيلات اسموها بروج او ابراج، والواحده منها برج، تشبيها لها بالمنازل الضخمه الكبيره الموجوده في السماء. وبالتالي هذه التشكيلات المختلفه تاره تخيلوها بشكل سمكه كبيره فقالوا هذا برج الحوت وذلك بشكل مثلا الدلو فقالوا برج الدلو وذاك بشكل عقرب فقالوا برج العقرب وذاك بشكل قوس فقالوا برج القوس هي اشكال تخيليه ناتجه عن ربط بعض النجوم ببعضها البعض وبالتالي تظهر مثل هذه الأشكال الموزعة في قبة السماء هذه البروج واقعة في خط سير القمر والشمس والأجرام السماوية المتحركة يعني القمر والشمس تتحرك في السماء بحسب المشاهد من الأرض لأن الأرض بالنسبة إلى الشمس الأرضية تتحرك لكن عندما نحن نشاهد نتصور ان الشمس هي التي تتحرك، على كل حال بحسب مشاهدتنا هذه القمر والشمس تتنقل بين هذه المنازل بين هذه البيوت الكبيره بين هذه البروج تتنقل القمر في تقريبا كل 28 يوم يتنقل بين كل هذه البروج. والشمس خلال السنة الواحدة تتنقل بين هذه البروج بحيث ال عشر برج تمر عليها الشمس في السنة الواحدة تتبع هذه الأجرام الثابتة والتخيلات التي صنعت منها أبراج وكذلك الأجرام المتحركة وتنقلها بين هذه الأبراج أفادت البشر في قضيه الزراعه مثلا افادتهم في معطيات علميه ترتبط بمعرفه مثلا مواسم الفيضانات على سبيل المثال فيضان الانهار الذي كان يؤذيهم وكذلك يخص السفر وغير ذلك من الامور التي كانت ترتبط بشؤونهم الحياتيه ولكن المساله لم تقف عند هذا الحد الامر الاخر الذي اثار خيالاتهم واتجهوا فيه اتجاها اسطوريا وهميا خياليا هو ما يرتبط باعتقادهم بان الاجرام السماويه المتحركه وليست الثابته مثل الشمس والقمر والزهره وغير ذلك هذه الاجرام المتحركه قسم اعتقدوا بانها الهه ونحن نشاهد الالهه تتنقل وقسم اعتقدوا انها اجرام تحل فيها الالهه تدخل فيها الالهه وتتنقل ما بين المنازل ما بين الابراج فالاله الفلاني هذه الليله سكن وين؟ سكن في البرج الفلاني. والاله الفلاني في الشهر الفلاني انتقل الى البرج الفلاني وهكذا هذا التصور من خلاله بنى عندهم تصورات اخرى وهميه ترتبط باوضاع البشر كافراد او في علاقاتهم مع بعضهم البعض بحيث ان تنقل هذه الالهه المزعومه او الالهه الحاله في هذه الابراج عفوا في هذه الاجرام وتنقلها عندما تنزل في البيت الفلاني في المكان الفلاني فان هذا سيؤثر على صحتي فانا اصاب بالمرض او تؤثر على المجموع فيقع حرب تقع حرب ما بين هذه الدوله وتلك الدوله او تؤثر على الطبيعه بتاثيرات معينه لاحظوا هذه الفكره كيف عبر عنها النبي ابراهيم عليه السلام عندما جاءوا يستدعون للخروج الى احتفالاتهم بالالهه او ببعض الالهه قال تعالى فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم. يعني بحسب منطقكم بحسب معتقدكم ان كون بعض النجوم في المنازل الفلانيه او كون بعض هذه الاجرام السماويه في المنازل الفلانيه فانا اليوم ماذا؟ مريض، انا سقيم ما استطيع ان اخرج معكم. طيب من هنا صار البعض عندهم يتخصص في هذا المجال سعيا منه نتيجه ان هذه الاجرام حركتها وتنقلاتها ثابته طوال الاشهر والسنه صار سعي عندهم لقراءه المستقبل للتنبؤ بالمستقبل ومحاوله اكتشاف ماذا سيحدث في المستقبل متى سيمرض هذا الانسان متى سيقع حر... ستقع حرب متى ستكون سنه جدب ولن يكون هناك محاصيل كثيره متى سيقع تقع كارثه فلانيه متى 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 هذه المحاوله للتنبؤ بالمستقبل دفعت الملوك الى ان يجذبوا اليهم في بلاطهم المنجمين فصار الملك عند منجم او مجموعه منجمين يراسهم منجم بحيث هؤلاء يساعدون الملك على المحافظه على عرشه في استباق الاحداث للتنبؤ بالمستقبل متى ستكون هناك مؤامره ضده متى القوم الفلانيين سيهجمون على هذه الدوله ستقع حرب كارثه الى اخره وكذلك الناس صاروا يدفعون الاموال لهؤلاء المنجمين رغبة من الناس في اكتشاف طالعهم في هذه السنة أو مثلا في معرفة بعض الأمور المغيبة عنهم أو غير ذلك من معرفة الحظ وقضية العلاقات أو متى سيكون زواج أو متى ستكون هناك صداقة مثلا أو ستفسد هذه الصداقة بسبب كذا وكذا كل هذا اعتمادا على حركه الاجرام السماويه وترتبها في مواقعها وانتقالها بين الابراج وغير ذلك وهكذا اخذت المساله هذه ثلاثه ابعاد الاولى تتمثل في ربط تلك الاجرام وحركتها ضمن الابراج ربطها بالالهه المزعومه هذا واحد البعد الثاني الاعتقاد بتأثير هذه الاجرام على الحوادث الطبيعية هذا البعد الثاني البعد الثالث الاعتقاد بتأثير هذه الاجرام ضمن حركتها في الابراج على اوضاع الافراد والجماعات وعلى الفعل الانساني والطبيعة الانسانية فكيف يمكن تصور الموقف الاسلامي اسلاميا اذا رجعنا الى القران اذا رجعنا الى كلمات رسول الله والائمه عليهم جميعا افضل الصلاه والسلام كيف يمكن تصور الموقف الاسلامي من ذلك كله ان شاء الله ستكون لنا وقفه في الخطبه الثانيه مع الاجابه على هذا التساؤل ومعرفه الموقف الاسلامي من هذه الابعاد الثلاثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين